عامل حاجه بس يقول محافظ جديد عامل حاجه فقام عامل حاجه رجع عليا بعد كده يقول اه عامل حاجه فخليها دي مرحله ثانيه طبعا تعرفين شغلات كده كنا في شبيل بالذات فمش ممكن اقول لك انت بتقطع رزقنا زي معالي الوزير عدد الانتباه اللي كان محافظ اسكندريه بيقول لك عمل المحلات الناس اللي جايين دول وراهم فاجروه اسبوعين وسابوه طلع تاني معرفش ايه المنطق بتاعهم بس احنا هنحاول نعمل كده حاولين مركز الشباب بالنسبه لشبيل الكوم حاول ابني محلات صغيره وقلت لهم محلات مكان الوقوف في الشارع ده احدى الحلول المقترحه. بالنسبه انا قلت لكم بالنسبه للتعليم بالنسبه للصحه بالنسبه للكباري منظومه تنبيه الشرطة 65% هنا في المنوفيه بتعتمد على الابار والابار غير مطابقه للمواصفات تمام؟ ماشيين احنا ماشي في الحال بتاعها ده مع مرفق مياه ومع الرئيس القوميه لمياه الشرب ده صديق شخصي ليا برضه هشوف الموضوع مياه الشرب بعد طبعا الطاقه ده هنا كان الميه في المستشفى التعليمي مقطوعه انا وصلتها ما بتطلعش وفي مردات يعني هو يا دكتور احنا بنقعد 10 ساعات ندور على طرق ميه يعني حاجه تكسب اذا كانت المريض يعمل ايه؟ وبعدين سرعات الميه بتتسرق حنفيات بتتسرق غطا السفون بيتسرق انا عمري ما شفت غطا السفون بيتسرق يعني واحد بياخد يطلع زي المستشفى يعني في حاجات ملاحظات انا شفتها في المستشفيات اه عشان كده عملت المستشفيات كنت سيد مدير الامن عشان نزود الوحده الموجوده ان طبعا الناس برضو يعني انا طبعي ما بحبش استخدم لازم الواحد يراعي الناس